الأول مسعود حسن، مساعد ثاني عامر القادري، الحسن البلوشي كحكم رابعا، يحيى الملا أيضا كحكم فيديو مع سعيد المرزوقي، ومقيم الحكام الإماراتي السابق الرائع جدا الكابتن محمد عبد الله حسن اللي كان أحد المساعدين الرائعين أيضا في التحكيم الإماراتي، مقيما للحكام في هذه المباراة، ومراقب المباراة سيد عصام أهلي. انطلاقة هذه المباراة الآن نذكر بأن المباراة السابقة انتهت هناك أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، رغبة كبيرة بالفعل لفريق الجزيرة لكي أن يعود إلى منصات التتويج، ورغبة كبيرة أيضا لفريق البطايح أيضا لكي يقدم أيضا الأداء ومواصلة الأداء المميز أيضا اللي قدمه هنا على أرضية هذا الميدان في لقاء الأخير أمام الزعيم العيناوي عندما كان متأخرا وعاد وتعادل برمونتادا جميلة جدا بثلاثة أهداف لثلاثة في تلك المباراة. إذن كما ذكرت الرغبة واضحة لكلا الفريقين في هذه المباراة، رغم يعني الغيابات الكبيرة في صفوف الجزيرة اليوم، يغيب عنهم علي خصيف، يغيب الحمادي، يغيب أيضا زايد العامري، يغيب أيضا عبد الله رمضان، كريم رقيق، وخلفان مبارك اللي تعرض لوعكة نأمل للسلامة، وغياب أيضا محمد ربيع اللي أصيب أيضا في التمارين الأخيرة نأمل لهم إن شاء الله السلامة. يعني هكذا هي الغيابات، ونعلم تماما أيضا بأن أيضا بعض الغيابات على بعض الأندية هي بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم اللي أسعدنا تماما بالفعل. برافو لشباب الإمارات، برافو لمنتخب الإمارات بالفعل اللي استطاع أن يعود أيضا من الدوحة بعد ما انتصر على شقيق القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبانتظار المباراة المرتقبة أيضا وهناك في استاد هزاع بن زايد بإذن الله تعالى يوم 10 من هذا الشهر عند الساعة 8 لملاقات المنتخب القوي، المنتخب بالفعل القوي جدا المنتخب الإيراني، ولكن إن شاء الله شباب الإمارات قادرين بإذن الله تعالى على الانتصار في المباراة القادمة. أعطونا بالفعل دفعة معنوية وأعطونا أيضا تفاؤل كبير لما قدموه هناك في الدوحة من ملحمة كروية جميلة، وتحديدا في الشوط الثاني بقيادة البرتغالي باولو بينتو. كل التوفيق إن شاء الله لأبيضنا الإماراتي. كرة تعود الآن من جديد باتجاه محمد أحمد، لمحمد جمعة، ناقلها على طول لرافاييل، رافاييل على طول باتجاه الزيودي هناك في الجهة اليسرى، انطلاقة الآن لفريق البطايح، لمسة حلوة هات وخذ، وهناك في صافرة وفي خطأ الآن واضح بالصورة، الخطأ على لاعب مامادو كوليبالي، خطأ بالفعل يطلقها حكم المباراة الآن لمصلحة فريق البطايح وتحديدا لأحمد سليمان الزيودي. بالسلام إن شاء الله، بالسلام إن شاء الله. شوف هذه الكرة الماضية عاقة واضحة تماما في الكرة الماضية، حديث جميل كان هناك في طاولة التحليل مع الزميل العزيز المتألق دائما محمود الحوسني، مع الأحمدين سعيد وضياء محللي قناة أبوظبي الرياضية اللي تحدثوا أيضا وذكروا بأن فريق البطايح يمتلك لاعبين ويمتلك أسماء، ويكفي أيضا عودته الكبيرة في لقائها الماضي أمام فريق العين بطل آسيا لما قدموه. هذه كرة وبالرأس إلى خارج أرضية الملعب، الآن محاولة أولى عن طريق اللاعب رافاييل اللي لعب الكرة الماضية ومرت إلى خارج أرضية الملعب. نعم البطايح الفريق الذي صعد ولم يهبط وكسر قاعدة الصاعد هابط بالفعل منذ ثلاث مواسم أربع مواسم تقريبا، وهو يتواجد الآن لثاني مرة في دوري أدنوك للمحترفين، منذ صعوده لم يهبط ويقدم مستويات ممتازة أيضا مع فريق البطايح، وأيضا يعني سبحان الله يأتي بلاعبين مميزين، تتصارع الأندية على هؤلاء اللاعبين كما حدث أيضا مع سيكو بابا اللي ذهب للعين، كما حدث للوري لورنسي أيضا اللاعب اللي تم اكتشافه أيضا مع فريق نادي البطايح، وتحديدا كان في فترة وجود النجم الكبير واللاعب الكبير عدنان الطلياني اللي بالفعل أتى باللاعب اللوري أيضا اللورنسي لفريق البطايح في فترة وجوده في فريق البطايح، نوجه تحية ما في شك في ذلك لنجمنا الكبير عدنان الطلياني. كرة تعود من جديد الآن لمصلحة الجزيرة، الجزيرة اللي هذا الموسم
يعني يظهر بشكل جيد، وتحديدا من اللاعب كيبانو وأوكونور اللي بدأوا أيضا بالعودة لمستواهم. هذا هو ريتشارد أوكونور ليقدم مستويات ممتازة أيضا مع فريق الجزيرة، الجزيرة اللي دائما ما عودنا أيضا أن يأتي بلاعبين مميزين، أسماء مرت على هذا النادي الكبير بالفعل فريق نادي الجزيرة. كرة اللعب، وأيضا لا أذكر بأن الجزيرة يمتلك أكاديمية رائعة جدا ويمتلك لاعبين مميزين تخرجوا من هذه الأكاديمية. كرة تعود من جديد الآن، تصل على طول لمحمد جمعة بيلي، لا زالت الكرة مع عزيز جانييف، الاثنين كانوا في شباب الأهلي معارين للبطايح. محمد أحمد يرسل كرة أمامية تتخلص، تعود الآن من جديد الفارو يلعب كرة أمامية ولكن مقطوعة، شايف فريق البطايح ماسك كرة بشكل أفضل في الدقائق الأولى. الآن برونو الآن في وسط الملعب، تمريرة الله على الاستلام من لاعب كبير بالفعل، اللاعب نبيل فقير، اللاعب اللي بالفعل تم التعاقد معه، وهذه ما هي غريبة على الجزراوية، ما هي غريبة أبدا على الجزراوية بتعاقداتهم المميزة الرائعة جدا، وكما ذكرت يعني أسماء كبيرة مرت على هذا الفريق، أبرزهم أيضا يعني الرئيس الليبيري الحالي جورج ويا اللي مر على هذا الفريق، وكثير من اللاعبين أيضا اللي مروا على نادي الجزيرة، الجزيرة اللي حقق هذه البطولة أيضا مرة واحدة يبحث أيضا عن تحقيقها للمرة الثانية. ريتشارد أوكونور الآن يلعب كرة، هل هناك في خطأ؟ حكم اللقاء ماذا يشير؟ لوجود خطأ يبدو لمصلحة فريق نادي الجزيرة، نعم خطأ للجزيرة وتحديدا على اللاعب سعيد جمعة، لاحظ هذه الكرة الماضية وهنا الخطأ على سعيد جمعة، ضربة حرة مباشرة، هذا هو نبيل فقير 31 سنة، هذا اللاعب لاعب ريال بيتيس من 2019 حتى 24، لعب لليون الفرنسي، لعب أيضا للفريق الثاني في فريق أولمبيك ليو أيضا، يعني لاعب بالفعل يقدم مستوى مميز، سجل في مسيرته حتى الآن 88 هدف مع الفرق اللي لعب فيها. يأمل الجزراوية وجمهورها أيضا بأن يقدم الإضافة هذا اللاعب لفريق نادي الجزيرة. عموما ركلة حرة الآن، كرة اللعب وتعدي أيضا خطيرة جدا كانت لمصلحة فريق نادي الجزيرة، تعود بجديد الآن نبيل فقير، كنترول رائع جدا. إيه هذه اللاعبين اللي ندورهم، هؤلاء اللاعبين اللي نبحث عنهم، لما تشوف الكنترول يا مخرج جايب لي على حسين عموتة أيضا واحد من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب. هنا محاولة الآن، تعود من جديد الآن كيبانو يلعب كرة تتخلص، تصل لأحمد محمود قائد فريق نادي الجزيرة، والده أيضا كان لاعب مميز وهو كان حارس مرمى، نوجه له تحية أيضا للكابتن محمود، والد أحمد محمود كان واحد من الحراس المميزين ولكن لم يلقى الفرصة أيضا الكبيرة. كرة تعود من جديد الآن، تصل على طول لحمدان، يعيدها على طول لحارس المرمى واللي هو ليوكوفيتش. حمدان الآن مع الكرة، كل هذه الآن تمريرات جزراوية، تصل على طول باتجاه تاجير التركي، عادت من جديد الآن في وسط الملعب نبيل فقير، شوف لاعب رافع راسه يرفع راسه ويرى وين اللاعب ويمرر، يعني الخبرة ما في شك لها دور. تمريرة حلوة الآن، انطلاقة جزراوية خطيرة ولكن تأتي المضايقة أيضا بشكل ممتاز من الزيودي بالفعل، لاحظ هذه الكرة الماضية، هذه الكرة الماضية انطلاقة كانت جزراوية ولكن الزيودي أيضا بشكل ممتاز يبعدها، أيضا محاولة كانت خطيرة جدا لمصلحة فريق نادي الجزيرة، والكرة بعد ذلك الآن تذهب إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هذه الكرة الماضية، شوف حارس المرمى ليكوفيتش يبدو بأنه أصيب، خروجه من المرمى، حارس ما شاء الله يمتاز بطول قامة، أيضا بطول قامة يخلصها على طول، هذا هو ليكوفيتش، ركنية الآن أولى في المباراة لمصلحة فريق البطايح. هيريكي، باولو هيريكي لعيب، كرة اللعب الآن داخل منطقة الجزاء بالرأس، خطيرة أوليفييرا ولا زالت سدوين يلعب كرة والمحاولة مستمرة ولا زالت لفريق البطايح، تعود من جديد الآن محمد أحمد، تبغي حارس المرمى أيضا يبعدها دربك كانت في الكرة الماضية، وهذا هو ليكوفيتش
حارس مرمى فريق نادي الجزيرة، في ظل غياب أيضا حارس منتخبنا الوطني علي خصيف، هو الآن للمرة الثانية نشاهده في تشكيلة الجزيرة. أعتقد بأن في المباراة الأولى أيضا شارك في مباراة المطايح. هذا هو باولو إنريكي، لاعب بالفعل من اللاعبين المميزين. شوف هنا الكرة الماضية، هل كان هناك في راية؟ لاحظ، نعم، في تسلل واضح مسعود حسن. بينما وهنا الكرة أيضا سدوين اللي لعبه وخلص حارس المرمى. شوف محمد أحمد، الكرة عادت لأكثر من مرة، شوف راحت ورجعت، ومرة أخرى أيضا تصطد وترجع، وبعد ذلك تبعد وتتخلص. لا كان في دربة كأمام فريق نادي الجزيرة. الآن كرة تعود من جديد، الآن تصل باتجاه ليكوفيتش، ناقلها على طول باتجاه حمدان، يتقدم الآن للأمام حمدان عبد الرحمن لريتشارد أوكونور. يتقدم الآن ريتشارد، يحاول يمر، لا زالت الكرة بأقدامه. أحمد محمود لريتشارد من جديد، المحاولات مستمرة. الآن كرة تصل أيضا للمدافع واللي هو رافائيل تاجير، تصل على طول في وسط الملعب. الآن حمدان، تمريرة بينية، ريتشارد بشكل حلو، وكونور، وتمريرة وحلوة الكرة الماضية وخطيرة، ولا زالت خطورتها والمحاولة. اوه يا برونو، اوه يا برونو، قلشها برونو، قلشها الأولى أيضا بالفعل. الكرة الماضية خطيرة جدا كانت للجزيرة. الجزيرة يضغط الآن، محاولة كرة بعد ذلك تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. كيف ضاعت هذه يا برونو دي أوليفييرا؟ الكرة الماضية بالفعل تضيع. لاحظ وهنا الكرة الماضية، وهنا الانطلاقة من كيبانو اللي لعبها، كان مطالبة بلمسة يد، بعد ذلك الكرة تأتي لي. شوف هذه الكرة هل فيها شيء؟ عموما كل الأمور التحكيمية نتركها لخبراء التحكيم، لا نتدخل أبدا. كرة تعود الآن من جديد، تصل على طول لحمدان، تمرير الآن أحمد محمود في وسط الملعب، حمدان طويل وأمامية، يبدو بأن هناك في صافرة وفي خطأ الآن يحتسبها حكم المباراة، خطأ نعم في الكرة الماضية، وتحديدا على اللاعب رامون ميريز. لاعب جيد، اذا لاعب جيد رامون ميريز الارجنتيني، لاعب نادي اوسك، لعب ايضا قبل ذلك لنادي تينيريفيا اذا هناك في اسبانيا، يبلغ من العمر 27 عاما الارجنتيني، في مسيرته مسجل 69 هدف مع كل الانديه اللي لعب فيها. ينتظرون الجزراوي أيضا بتسجيل هدفه الأول معهم. هذه الكرة تعود من جديد الآن للجزيرة، انطلاقة هات وخذ، ولكن خروج حارس المرمى أيضا بشكل جيد اللي هو إبراهيم عيسى. بينما هنا واضح بالصورة حسين عموتة، مدرب طبعا آخر محطاته كانت مع المنتخب الأردني، وقدم مستويات ممتازة واستطاع أن يصل أيضا إلى نهائي آسيا، وخسر أمام المنتخب القطري. انطلاقة أمامية الآن، ولعب مع الوداد أيضا كان مدربا ناجحا. هذا أناتولي الهداف الكبير، أناتولي هذا لاعب يعني عمرك شفت كنترول في الهواء؟ هذا أناتولي يوقف في الهواء، سبحان الله، يتوازن في الهواء، كيف ما تدري، كيف ما تعرف، يوقف في الهواء وكنترول على أعلى مستوى للاعب أناتولي أيضا اللي قدم لفريق البطايح قبل موسمين من الموسم الماضي، واطلقت عليه لقب أناتول أنا أقول. هذا خلاص، هذا لاعب مميز بالفعل للغاية اللي هو أناتولي أبانغ. كرة تعود من جديد، ريتشارد، تمرير الآن كيبانو، محاولات جزراوية، مباراة حلوة حتى الآن يقدمها الفريق، حلوة الكرة الماضية، فكرتها جيدة كانت من أحمد محمود، لو عدت راح تكون خطيرة على مرمى فريق البطايح. أوليفييرا الآن لاعب قوي جدا أوليفييرا، شوفوا يا سلام، ولكن بامتياز أيضا يخلصها من أمامه حمدان إلى خارج أرضية الملعب. شوف القوة والبنية الجسمانية أيضا للاعب اللي واضح بالصورة، ألفارو دي أوليفييرا، لاعب بالفعل يعني من الإضافات
الجميلة أيضا لفريق البطايح هذا الموسم بعد رحيل أيضا اللي هو اللوري اللورنسي. هذه كرة اللعب الآن تعود من جديد، تصل محاولة محمد جمعة بيلين الآن يحاول يمر مع الكرة سيدوين، سيدوين يلعب كرة ممتازة وهنا محاولة الآن للبطايح أناتولي. شوف أناتولي، شوف أناتولي، يعني هي الكرة على فكرة صعبة هذه، هذه صعبة هذه، شوف 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 كيف يرتقي ويقف في الهواء، لاحظ هذه 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 صعبة لكن شوف كيف ارتقى على طول في الهواء، لاعب بالفعل في الألعاب وفي الكرات الهوائية ما لحل، ما لحل، مميز جدا اللي هو أناتولي. الكرة الماضية أيضا تذهب إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت ركلة مرمى الآن لمصلحة فريق نادي الجزيرة. كل هذه الأمور الآن تسير لمصلحة الجزيرة، حتى لو سجل البطايح هدف أيضا تبقى الأمور للجزيرة. هذا رامون، أوه شوف حارس المرمى وين جاي، هذه الكرة الماضية لو شو اللي تسويه إبراهيم عيسى، شو اللي بطلعنك من مرماك، في أقرب فرصة إن شاء الله مخرجنا يعيد لنا اللقطة، يا ريت يعطينا اللقطة أيضا. شوف حتى اللاعبين يعاتبون حارس المرمى، حتى اللاعبون يعاتبون حارس المرمى في الكرة الماضية، شوف شوف حارس لاحظ 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 إبراهيم عيسى، يعني غير مبرر، غير مبرر خروج حارس المرمى، غير مبرر تماما. يعني أتمنى أيضا الزملاء هناك في الاستديو التحليلي الأحمدين سعيد وضياء يتحدثون عن النقطة هذه، لأن بالفعل خروج حارس المرمى كاد أن يكلف الجزيرة بالفعل يعني هدف في اللعبة الماضية، خروجه بهذه الطريقة كاد أن يكلف فريقه بهدف وتصعب مأموريتهم أيضا. أوليفييرا الآن مع ريتشاردو كونور، ألفارو دي أوليفييرا لاعب قوي، لاعب قوي، لاعب قوي، حاول يمر ولكن يضايق أيضا، أحمد بلال كان موجود أيضا في الكرة الماضية. كرة تعود من جديد تذهب إلى خارج أرضية الملعب الآن، رمي التماس البطايح، كرة تصل أمامية الآن تتخلص هذه من سدوين إلى خارج أرضية الملعب الآن، رمي التماس، هذا هو نبيل فقير مباراته الأولى الآن، يتمنى الجزراوية بالفعل أن يكون إضافة ولاعب ما في شك بأنه لاعب كبير. لاحظ هذه الكرة الماضية هل كان فيها خطأ، هنا هنا حطت يد، هذه حطت يد، يعني القانون القانون الجديد نعرفه تماما بأنه يقول لك يقال بأن حطت اليد ما يكون فيها خطأ، لكن كما ذكرت أنا لا أريد أن أتطرق إلى القرارات التحكيمية أبدا، نتركها دائما لذوي الاختصاص، لكن إذا كانت الحالة واضحة تماما لا داعي لأي شك فيها نتحدث عنها، ما في شك في ذلك. كرة تعود من جديد الآن، تصل محمد جمعة بيلي الآن مع الكرة يعيدها على طول زيودي، سيدوين الآن في وسط الملعب، جانييف عزيز، جانييف لباولو هنريكي، رومانة الميزان في وسط الملعب ناقلها على طول لأوليفييرا مع سعيد جمعة، غير رأي الآن ألفارو أوليفييرا، عزيز جانييف عندما تتحدث عن أوليفييرا تتذكر اللاعب الجزراوي، أوه هذا كان هداف إذا 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 يتذكر أيضا الكابتن أحمد سعيد، وأكيد بأنه يتذكر لأنه كان أيضا متواجدا مع فريق الجزيرة في تلك الفترة، مر على الجزيرة لاعب أوليفييرا هداف من الطراز الرفيع جدا. كرة تعود بجديد الآن، ريتشارد أحمد محمود الآن في وسط الملعب ناقلها لي برونو دي أوليفييرا، في الجهة الأخرى الآن بنزيما مع الكرة الآن ناقلها لنبيل فقير، نبيل يتقدم، نبيل لمسة حلوة هات وخذ ممتازة هذه للجزيرة، نبيل وقف على كورته يعيدها، لا 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 هذا بس عطى مباران باريتين ثلاث راح تشاهد أيضا يتألق ويقدم مستوى جيد أيضا مع فريق الجزيرة، لأن أكيد بأن من خلال مباريتين ثلاث يتأقلم مع الفريق، لعبة كانت جميلة هات وخذ أيضا فيما بينه وبين كيبارو في الكرة الماضية. ريتشارد أوكونور أحمد محمود قائد فريق نادي الجزيرة ولاعب منتخبنا الأولمبي يرسل كرة أمامية الآن تتخلص هذه تعود من جديد جزراوية، اللي شايف الجزيرة ماسك الكرة بشكل أفضل، تايجر
حمدان، كرة تعود من جديد، ريتشارد، تمريرة حلوة ومحاولة وبعد ذلك تتخلص، أيضا تتخلص، تعود من جديد الآن. الجزيرة أخطر، الجزيرة أخطر الآن في هذه اللحظات، إذا استمرت الأمور في هذه الطريقة ربما الجزيرة يضرب بأول الأهداف. كرة تعود من جديد الآن، كيبانو يلعب كرة الآن، نبيل فقير لكيبانو، لمسة ممتازة بالفعل كانت من كيبانو أو من نبيل. أحمد محمود، كرة تعود من جديد الآن، سيدوين يرسل كرة أمامية الآن باتجاه ألفارو دي أوليفييرا، واحد على واحد يروح، ما عنده مشكلة، راح أوليفييرا لعب كرة عرضية، ولكن كرة بعد أيضا من رافائيل تايجر إلى خارج أرضية الملعب الآن، أصبحت إلى شوف كيف لمها سيدوين، لمها هذه الكرة الماضية والانطلاقة أيضا من قبل اللاعب دي أوليفييرا. أنا أقول لك لأن لاعب على واحد يروح ليش قوي جدا، وحاول يلعبها باتجاه أناتولي، ولكن التغطية كانت ممتازة أيضا، التغطية كانت ممتازة أيضا من رافائيل، واللي خلصها إلى خارج أرضية الملعب الآن أصبحت ركلة ركنية. وصلنا الآن الدقيقة رقم 20، هنا واضح بصورة جوران توميتش، تعود من جديد الآن عزيز جانييف، باولو هنريكي، تعود من جديد جانييف، لازالت الكرة بأقدام باولو هنريكي، لاعب بالفعل لاعب رجل برجل يسرى جميلة جدا. هذه الكرة الآن تصل سهلة لحارس المرمى ليكوفيتش، حارس مرمى فريق نادي الجزيرة، لاعب طبعا رافائيل تايجر مدافع فريق نادي الجزيرة، عمره 21 عام على فكرة، جنسيته تركية لكن مولود في كازاخستان، كان قادم من نادي اسطنبول أيضا هناك في تركيا، يبلغ من العمر 21 عام، لاعب صغير السن أيضا، ربما يستفيد الجزيرة منه لسنوات قادمة. رافائيل بيريرا، لاعب طبعا كما ذكرت لعب لخورفكان، قبلها كان في العين لمواسم طويلة أيضا. ألفارو يلعب باتجاه أناتول، أنا جول، ليكوفيتش يخلص الكرة من أمام أناتولي، بالفعل محاولة خطيرة جدا، محاولة خطيرة جدا. شوف هذه اللعبة الماضية على طول تعدي، تصل باتجاه أوليفييرا، وأوليفييرا على طول ناقلها لأناتول، وأناتول يلعبها، ولكن حارس المرمى ليكو يخلصها. هل كان في رأي، هل كان في أوفسايد في الكرة الماضية؟ عموما حارس المرمى يتدخل ويبعد، وهنا أوليفييرا الآن ساقط على أرضية الملعب، بينما هنا واضح بالصورة أناتولي، واضح بالصورة أناتولي، نجم كبير هذا اللاعب بالفعل منذ قدومه أيضا إلى نادي البطايح، وهو يقدم أداء مميز للغاية. اللاعب الكاميروني صاحب 28 عاما هذا الموسم، حتى الآن مسجل هدفين مع البطايح، الموسم الماضي مسجل 8 أهداف، الموسم قبل الماضي مسجل 6 أهداف في مسيرته مع البطايح، مسجل 16 هدف مسجل، سبق وأن تواجد هناك في نادي الصيني، سبق وأن تواجد أيضا في الدوري الأمريكي مع نادي نيويورك ريد بولز، يعني لاعب بالفعل يقدم أداء مميز الكاميروني صاحب 28 عاما، مولود طبعا في إياواندي. بينما هنا أحمد بلال، الكرة تذهب الآن إلى ركنية لمصلحة فريق البطايح اللي حاول فيها الكرة الماضية، كرة اللعب قصيرة، عزيز جانييف باتجاه باولو هنريكي، لمسة ممتازة الآن، ممكن عالية، غير راية، نقلها لعزيز جانييف، ممكن الآن عرضية، بالفعل هي كذلك، تصطد الآن وتعود من جديد جزراوية. برونو دي أوليفييرا الآن في وسط الملعب مع نبيل فقير، لعبها باتجاه نبيل يمر، يحط جسمه بشكل، شوف اللعيب، شوف كيف يحط جسمه، شوف كيف يحافظ على كورته ويكسب رمي التماس من لا شيء. اللاعب وين تعرفه؟ تعرف لما يحافظ على كورته، يعني أكيد بأنه مر على أندية كبيرة. ما في شك بأنه يعني خبرة الملاعب،
كرة تعود من جديد الآن ريتشارد وكونور. طبعا ما في شك نبارك لفريق نادي الشارقة اللي استطاع يوم أمس أيضا بالفوز على خورفكان وتأهل للدور الثاني. نبارك أيضا لفريق نادي النصر بتأهله أيضا للدور الثاني. نبارك للعين أيضا بتأهله الفائز طبعا من هذه المباراة. الفائز من 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 هذه المباراة راح يلاقي العين. العين نعم الفائز من هذه المباراة راح يلاقي العين، والفائز من بنياس ودبا الحصن راح يلاقي بنياس، راح يلاقي الشارقة عفوا، والفائز من شباب الأهلي وعجمان راح يلاقي النصر. في صافرة وفي خطأ، ويبدو بأن هناك بطاقة صفراء الآن، بطاقة صفراء يشيرها حكم المباراة الآن للزيودي، والزيودي يقول له أنا ما سويت شيء. زيودي يقول له أنا ما سويت شيء. حكم المباراة أيضا يشير بطاقة، شوف اللعبة، شوف هذه الكرة، هذه الكرة، اللقطة هذه اللي أشار حكم اللقاء على بطاقة صفراء. حديث اللاعبين أيضا مع حكم اللقاء. وصلنا الآن الدقيقة رقم 26 مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر أبوظبي الرياضية والجزيرة. حتى الآن هو المتأهل للدور الثاني بحكم المباراة السابقة أيضا، على اعتبار أن كما ذكرت انتصر في المباراة السابقة، بينما هنا يبدو في إصابة للحارس ليكوفيتش اللي أنقذ أيضا هدف محقق كان للاعب أناتولي. هذا نبيل فقير الآن ضربة حرة مباشرة. لمصلحة فريق الجزيرة. نبيل فقير يلعب كرة عالية الآن داخل منطقة الجزاء بالرأس. أوه خطيرة جدا. خطيرة جدا للجزراوي. لاحظ كرة ممتازة، عرضية رائعة ورأسية بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب في محاولة خطيرة جدا أيضا كانت لمصلحة فريق نادي الجزيرة. هذا إبراهيم عيسى حارس مرمى فريق نادي دبا الحصن، حارس مرمى البطايح عفوا، دبا الحصن وبنياس. حتى الآن هناك التعادل بدون أهداف. هنا استراحة التبريد، وهذه فرصة أيضا لكي نتحدث أيضا عن مباراة منتخبنا القادمة إن شاء الله يوم 10 عند الساعة 8 مساء في استاد هزاع بن زايد. نأمل إن شاء الله بأن تكون جنبات كل الملعب ممتلئة بالجماهير الإماراتية اللي راح نقف خلف منتخبنا الوطني بحول الله وقوته عندما يلاقي المنتخب الإيراني. نعم مباراة مرتقبة مهمة منتظرة أيضا لمنتخبنا الوطني. لنأمل إن شاء الله التوفيق في لقائه القادم أمام المنتخب الإيراني، وبإذن الله تعالى أيضا حصد النقاط في تلك المباراة لكي أيضا يعني يرتفع تصنيفه كما حدث في المباراة الماضية. يعني قفزنا 5 مراكز، إن شاء الله أيضا نقفز مراكز أخرى في المباراة القادمة لمنتخبنا الوطني. يلاقي طبعا ما في شك منتخب صعب، منتخب متمرس أيضا المنتخب الإيراني، ولكن قادرين بإذن الله تعالى شباب الإمارات أيضا بتجاوز عقبة المنتخب الإيراني في المباراة القادمة. كل هذا راح يكون وسيكون بإذن الله تعالى بدعمكم أنتم يا جمهور الإمارات. نعم دعمنا، دعم الجمهور الإماراتي إن شاء الله ليكون متواجد، متواجد بحول الله وقوته في استاد هزاع بن زايد خلف الأبيض الإماراتي. نعم كلنا مع الأبيض، وإن شاء الله منصور، منصور إن شاء الله يا الأبيض. هذه الكرة الخطيرة الجزراوية، لاحظ الرأسية أيضا اللي كانت من ريتشارد أوكونور، كرة اللي ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. كانت هي أخطر محاولات الشوط الأول حتى الآن مع كرة أناتولي أيضا اللي انفرد بحارس مرمى في الجزيرة واللي استطاع أن يبعدها أيضا ليكوفيتش. إذن بعد استراحة التبريد طبعا نعلم تماما، لأن أول مرة طبقت استراحة التبريد كانت في مونديال البرازيل إذا تتذكرون، في مونديال الكأس العالم في البرازيل. نعم طبقت هذه استراحة التبريد.
وكما ذكرت يعني للأجواء الحارة، لالتقاط الأنفاس، كل هذه الأمور بالفعل تساعد اللاعب على استرجاع شوي حيويته، ياخذ نفسه. هنا نبيل فقير مقدم أداء ممتاز حتى الآن في وسط ملعب فريق الجزيرة، الكرات كلها ممتازة، أيضا نقلات جميلة، رؤية حلوة، تحتاج إلى لاعب أن يكون راكز في وسط الملعب، راكز يعلم تماما ويرى الملعب ليس بأربع ولا ست عيون، لا لا، يشوف الملعب كامل. ممتازة كانت من هنريكي، تعود من جديد لبيليلان، يلعب كرة على طول خطيرة، أوليفي الله، لكن تألق لحارس المرمى ليكوفيتش بالفعل يتألق ويبعد هدف آخر. لاحظ الاستلام من أوليفييرا ألفارو وتألق حارس المرمى ليكوفيتش بالفعل اللي يبعد هدفين محققين. لاعب حارس ما شاء الله بطول قامة كبير، ما شاء الله الحارس ليكوفيتش حارس مرمى فريق نادي الجزيرة يقدم حتى الآن أداء جيد. هنا جوران لا يصدق نفسه، فرصتين الآن ضاعا على فريق البطايح. شايف التمريرات 78 إلى 24 للجزيرة و 23 إلى 24 للجزيرة، لكن حتى هذه اللحظة وهذه الجولة حتى الآن نشهد تألق حراس المرمى، تألق حراس المرمى. يوم أمس في مباراة خورفكان والشارقة تألق أحمد حمدان الحوسني، ويعني استطاع أن يبعد فرص خطيرة جدا، كاد أن يتلقى خورفكان هزيمة كبيرة من أمام فريق نادي الشارقة يوم أمس، الفريق القوي بالفعل المدجج بنجوم كبار جدا، أيضا فريق بالفعل مرشح لكل البطولات لما يقدم فريق نادي الشارقة من أداء حتى الآن في بداية الدوري مع أولاريو كوزمان. قدموا مباراة كبيرة أمس أمام خورفكان واستطاعوا أيضا بالفوز والتأهل. نبيل فقير تعود من جديد الآن، ريتشارد أوكونور يرسل كرة عالية وأمامية، خروج حارس الماء، شو إبراهيم عيسى، لا إبراهيم عيسى ما هو جاهز. من خلال اللي أشاهد 32 دقيقة حتى الآن، يعني إبراهيم أكيد بأن غاب يعني نصف موسم، تخيل غاب نصف موسم ويلعب اليوم مباراته الأولى. أنا ما أدري، أنا لي وجهة نظر في الموضوع هذا، ما أدري إذا الكباتن هناك في الاستوديو التحليلي الكابتن أحمد سعيد وأحمد ضياء يوافقوني فيه أو لا. مباراة مهمة، مباراة مصيرية، ليس تقليلا من حارس المرمى، لا، بل هو من الحراس المميزين، ولكن حارس كان غايب فترة طويلة، أدخل في مباراة مهمة حتى الآن هو ما دخل في أجواء المباراة. على فكرة كرة اللعب الآن تعود ورأسية إلى خارج الملعب في اصطدام بالرأس. سلامات، إن شاء الله سليمة. سعيد جمعة وأيضا ريتشارد أوكونور وهذا الحسين عموتة المدرب الكبير. شوف هذه الكرة الماضية، تصادم بالرأس، إن شاء الله تكون سليمة إن شاء الله لسعيد جمعة وريتشارد أوكونور. وهذه الألعاب اللي تخوف تماما أيضا بالفعل في عالم كرة القدم، الاصطدام بالرأس، حكم المباراة مباشرة يوقف اللعب، وذلك لسلامة اللاعب، ما في شك في ذلك، اللاعب قبل كل شيء، لأن أيضا يعني كما ذكرت الاصطدام بالرأس ممكن يولد أمور كثيرة، فلذلك إن شاء الله نتمنى السلام إن شاء الله للاعبين اللي ساقطين على أرضية الملعب. لاحظ الثلاثاء الساعة 8 مساء إن شاء الله على استاد هزاع بن زايد، ننتظر الجمهور الإماراتي الكل يتواجد، شجع الأبيض، وجمهورنا ما يحتاج دعوة، أبناء الإمارات عند الصعايب تلاقيهم موجودين بإذن الله تعالى، الكل راح يكون موجود هناك في استاد هزاع بن زايد، وكلنا بصوت واحد. منصور يا الأبيض، إن شاء الله منصور يا الأبيض بحول الله وقوته. بالسلامة الآن اللاعبين يقومون بالسلامة، وحكم اللقاء الآن بعد ما اطمأن على اللاعبين يأمر الآن باستئناف اللعب. وصلنا الآن للدقيقة رقم 35 على بعد 10 دقائق، التعادل السلبي هنا مستمر، والتعادل السلبي هناك أيضا في خورفكان في استاد صقر بن محمد، مباراة دبل حصن وبنياس
لا زال التعادل السلبي هناك مستمر. سيدوين الآن في وسط الملعب. سيدوين تعود من جديد. تصل الآن محمد جمعة بيلي. يبدو بأن بنياس الآن يتقدم على دبل الحصن بهدف مقابل لا شيء. وأصبح بنياس قريب جدا لملاقاة الشارقة في دور الثمانية. كرة تعود من جديد. تصل للزيودي الآن يحاول يمر. يلعب كرة خطيرة ولكن تبعد أيضا وتتخلص من تركي تايجير. برونو يبعد الآن. تعود من جديد محمد أحمد. رافائيل لعب لي لعب لي خرفكان لعبة للعين. كرة اللعب الآن في المكان الفاضي ولكن الكنترول يا سعيد عدت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. إذا بنياس يبدو يتقدم هناك على دبل حصن بهدف مقابل لا شيء عن طريق هداف يوسف نياكاتي ليسجل أول هدف بنياس هناك في مرمى دبل حصن. بينما التعادل السلبي لا يزال مستمر هنا في لقائنا. أربع مباريات جمعت الفريقين في تاريخ لقاءاتهم أو خمس مباريات. أربع فوز كان للجزيرة. وفوز وحيد كان لي البطايح. هذا الحسين عموتة مدرب اللي قاد الوداد أيضا المغربي إلى دوري أبطال أفريقيا وقاد أيضا المنتخب الأردني أيضا إلى نهائي كأس آسيا الأخيرة. مدرب من المدربين المميزين جدا. كرة تعود الآن من جديد وحاول عادة الآن أمامية. تتخلص هذه وتصل في وسط الملعب بالرأس من سيدوين. ما شاء الله سيدوين رأسية قوية جدا أيضا مرت ووصلت لحارس المرمى المتألق ليكو فيتش. ريتشاردو كونور أحمد محمود بشكل ممتاز يلم كورته. ريتشارد تتخلص عزيز جانييف في صافرة وفي خطأ الآن لمصلحة عزيز جانييف الأوزبكي اللي واضح بالصورة ليس الأوزبكي الأول في دورينا. هناك أوزبكيين مروا أيضا وعمروا أيضا في دورينا لسنوات طويلة. واحد منهم عزيز بيك حيدروف اللي لعب للشباب سابقا قبل اندماج لعب لعجمان. كرة اللعب الآن عالية للأمام. محاولة الآن باولو إنريكي. استلام ممتاز من محمد جمعة بيلي لباولو إنريكي لمحمد جمعة بيلي من جديد. جزيرة حتى الآن يعني منظم بشكل جيد أيضا في الخط الخلفي يعلم تماما بأن أيضا يعني النتيجة هذه تخدمه وتصل به إلى الدور الثاني. ذكر أيضا بأن الجزيرة لقاءه القادم راح يكون في بطولة دوري أدنوك للمحترفين يوم 21 إن شاء الله من هذا الشهر سيلاقي الشارقة. أو مباراة عودة مباراة كبيرة جزيرة مع الشارقة الجولة القادمة أحد القمم أيضا في دوري أدنوك للمحترفين. بينما البطايح مباراته القادمة في بطولة الدوري أيضا يوم 20 راح يلاقي دبل حصن. كرة تعود من جديد الآن. تمريرة ممتازة الآن. أناتول حاول فيها ولكن التدخل ممتاز أيضا ممتاز من حمدان يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. الآن أصبحت ركلة ركنية لمصلحة فريق نادي البطايح. ركنية إذن. هذا هو بولو إنريكي. شوف حارس المرمى ما شاء الله أطول لاعب في الملعب. كرة اللعب الآن أناتول. وين رايحة يا أناتول؟ من فوق الجبهة. تعود من جديد الآن الزيودي لباولو إنريكي. يا السلام على المرور. كرة اللعب الآن سيدوين والكرة تصطد لكن روعة مرور أيضا باولو إنريكي بروعة مر باولو إنريكي. هذا هو غوران توميتش مدرب فريق البطايح.
كرة تعود من جديد، قدم مباراة كبيرة أمام العين في الجولة الماضية عندما تعادل بثلاثة أهداف لثلاثة في المباراة التي كانت هنا على أرضية هذا الملعب. هنا محاولة الآن عزيز جانييف يلعب كرة لو عدت خطيرة تصل لهنريكي الخطير ممتاز الآن، والمحاولة قائمة باولو هنريكي، تسديد أيضا من هنريكي وتصطد، ضغط الآن للبطايح، عزيز جانييف يلعبها ولكن تبعد أيضا من دفاع الجزيرة، صافرة وخطأ الآن. سعيد جمعة بخطأ تكتيكي أيضا على لاعب كيبانو. هذه الكرة الماضية بينما هنا الحسين عموتة 51 سنة، في المقابل هناك غوران توميتش 47 عام. وصلنا الآن إلى الدقيقة رقم 40، الأمور لا زالت عند التعادل السلبي بدون أهداف، وكما ذكرت هذه النتيجة تصب في مصلحة فريق الجزيرة، أي تعادل للجزيرة، الخسارة بهدف أيضا الجزيرة يصعد. كرة تعود من جديد، أحمد محمود الآن في وسط الملعب، تمريرة باتجاه ريتشارد أوكونور، استلام مع توجيه بشكل جميل، حاول يمر ولكن تتخلص من أمام محمد جمعة بليلة خارج أرضية الملعب، رمي التماس الآن لمصلحة الجزيرة. إذا الشوط الأول على بعد 4 دقائق، كونور حاول يلعبها، تعود لريتشارد، تمريرة حلوة الماضية لكن ما فهمها بالرأس، هذه من تايجر، تصطد هذه في هنريكي، تعود من جديد الآن مامادو كوليبالي، رافائيل تايجر، بنزام الآن في الجهة اليمنى، مبارك أحمد بنزامة مع الكرة الآن، يلعب كرة عالية وبشكل ممتاز إذا تتخلص من سعيد جمعة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لا جزروية، هذه الكرة بالفعل اللي أبعدها إلى خارج أرضية الملعب وأصبحت إلى ركلة ركنية الآن لمصلحة الجزيرة، ركلة ركنية الآن جزروية، نظرات وترقب، وهنا حارس المرمى، كرة اللاعب نبيل فقير، أوكونور تصل الآن في وسط الملعب، تعود من جديد مامادو كوليبالي، يسدد كوليبالي والكرة عالية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. هذا الحسين عموتة مدح بصراحة فريق البطايح، قال فريق البطايح فريق مقاتل، فريق أيضا يقدم أداء مميز. المباراة تقام كما ذكرت هنا في استاد خالد بن محمد بإمارة الشارقة، ومعلومة فقط بأن هذا الملعب هو أول نادي مزروع في الإمارات، هنا استاد خالد بن محمد في الإمارة الباسمة استاد نادي الشارقة، نلاحظ بأن الشارقة أيضا مبارياته يلعبها على هذا الملعب بسبب أيضا صيانة ملعب. صافرة وخطأ الآن لمصلحة البطايح، كرة اللعب تعود من جديد، شوف 56 إلى 44، يعني ما في أفضلية إلا طفيفة لفريق الجزيرة. برونو الآن صافرة وخطأ لنبيل فقير، حمدان عبد الرحمن، أحمد محمود، ريتشارد، أحمد محمود من جديد، حمدان ممكن عالية، بالفعل هي عالية وأمامية ولكنها أيضا سالمة، في خطأ، تعود من جديد، تصل لأوكونور، حاول فيها والكرة لا زالت، ماذا هناك نشاهد بأن اللاعب
رامون ميريز ايضا يسقط على ارضية الملعب. شوف اللعبة هذه، شوف هل خرجت الكرة، هل خرجت الكرة؟ لاحظ لاحظ، هل كان في تدخل؟ هذه الكرة، هذه الكرة، نترك القرار لحكم المباراة احمد بلال اللي واضح بالصورة. طبعا نذكر بان اللي موجودين على الفار يحيى الملا وسعيد المرزوقي، لاعبو الجزيرة يطالبون حكم اللقاء. هذا هو رامون، لا زال لاعبو الجزيرة الان يطالبون حكم المباراة. في حديث مع الفار الان، في حديث مع الفار. لا زال الحديث مستمر. يحيى الملا وسعيد المرد، شوف هذه اللعبة، هذه اللعبة، هل خرجت الكرة؟ هذه الكرة، هذه الكرة، شوف الكرة، هل كان هناك في تدخل من محمد أحمد؟ عموما لا زال حكم اللقاء احمد بلال في حديث ايضا. اوه قالوا له تعال. يحيى الملا وسعيد المرزوقي قالوا لاحمد بلال تعال انت شوف واتخذ قرارك. شوف اللعبه، شوف اللعبه، مشيها 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 مشيها، خلنا نشوفها. شوف هل غادرت الكره ارضيه الملعب؟ هل غادرت الكرة أم لم تغادر؟ هل لامس؟ والله صعبة صعبة، لكن نترك القرار أيضا. لا زال أحمد بلال، مشيها شوي شوي بالبطيء، ليش تمشيها بالسرعة هذه؟ ماذا هو القرار إذن؟ أوه طالع ساعته يعني فيها شيء. نعم ركلة جزاء، ركلة جزاء للجزيرة الآن. الحكم لما يناظر في الساعة يعني خلاص اعتبر بأنها ركلة جزاء. محمد أحمد يقول له ما سويت شيء. يبقى السؤال طبعا هل غادرت الكرة خارج الملعب أو لا؟ عموما أخذ القرار الآن حكم المباراة حسين عموت الآن. وهنا جوران، الوقت المحتسب بدأ للضايع 4 دقائق، مروا منه 3 وأكيد بأن راح يكون في أيضا من دقيقة لدقيقتين لمراجعة الفار. إذن الجزيرة على موعد بأن يتقدم ويصعب الأمور تماما على البطايح. هو رامون، هو الأرجنتيني رامون، هل يوقع أول هدف مع الجزيرة الآن؟ وسجل أيضا، وسجل في الكرة، هذه كرة، أوه هدف جزراوي أول في المباراة الآن في الوقت بدل الضايع. نعم هذه ثانية أهدافه في المسابقة، رامون راميريز، رامون راميريز يسجل ثاني أهداف الآن في المسابقة، وأيضا سجل في المباراة الماضية، يسجل الآن أيضا الهدف الأول مرة أيضا من بين يد حارس المرمى. شايف شايف كرة، والله كرة كان ممكن أيضا، شوف كان ممكن أن يبعدها حارس المرمى، لكن أرجع وأتحدث مرة أخرى، هل حارس المرمى جاهز للتواجد في هذه المباراة المهمة؟ هنا يبقى السؤال هناك على طاولة الزميل العزيز محمود الحسني مع مع الأحمدين ضياء وسعيد إن شاء الله فيما بين الشوطين. عموما 4 دقائق انتهت الآن، راح نلعب الآن في الوقت المحتسب بدل الضايع. بنياس يتقدم هناك،
على حساب دبا الحصن بهدفين للاشي، وهنا الجزيرة يتقدم على البطايح بهدف مقابل لاشي. كرة اللعب الآن طويلة للأمام، مامادو كوليبالي. ذكر أيضا بأن الجزيرة في ظل غياب 6 لاعبين تقريبا، راح أذكر لكم أسماء اللاعبين أيضا الغايبين ومهمين للغاية. هذه كرة الآن ريتشارد يحاول يمر، يلعب كرة خطيرة جزروية ممكن يسدد، لا زالت المحاولة أحمد محمود، وبيصدها حارس المرمى بشكل حلو. هذه المرة شكلها حلوة يا إبراهيم. الكرة الماضية كرة تعود، خلص أحمد محمود، عادت الآن للريتشارد. جزيرة كما ذكرت نسبيا أفضل في المباراة، نسبيا أفضل في المباراة. برونو الآن يلعب كرة لنبيل فقير، نبيل ماسك كرته بشكل جيد، نبيل تعود من جديد الآن، تستمر المحاولات الجزراوية. دقيقة رقم 50 الآن وصلنا، طبعا كما ذكرت لتوقف حكم المباراة أيضا لمشاهدة الفار، كل هذه الأمور أيضا تحسب. كرة تغادر الآن، يبدو بأن الجزيرة في طريقة لإنهاء الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شيء. إذا بالفعل بأن في الشوط الأول هناك في لقاء دبا الحصن وبنياس انتهى بتقدم بنياس بهدفين مقابل لا شيء، معنى ذلك بأن بنياس يستعد لملاقاة الشارقة في الدور الثاني، والفائز من هذه المباراة راح يلاقي العين، والجزيرة أقرب الآن على اعتبار أن الآن 4 بمجموع المباريتين، لذلك يحتاج الآن البطايح إذا ما أراد الوصول للركلات الترجيحية أن يسجل 3 أهداف، وهذا أمر يبدو صعب في هذه المباراة. عموما في عالم كرة القدم نعم كل شيء جائز، ولكن من خلال ما نشاهده تبدو الأمور صعبة. كرة تعود من جديد إلا إذا حدث شيء، وعودنا دائما فريق البطايح أن يلعب الشوط الثاني بشكل مغاير مثل ما فعل أيضا في لقائه الماضي أمام العين، نعم عندما كان متأخرا واستطاع أيضا أن يعدل النتيجة في الشوط الثاني. وهنا الكرة الماضية، وعامر القادري يشير الآن لوجود تسلل أو أوفسايد في اللعبة الماضية لمصلحة فريق الجزيرة. شوط أول بالفعل لم يرتقي للمستوى المطلوب، ولكن الجزيرة يحقق المطلوب ما في شك، هو التأهل أيضا. وأذكر في ظل الغيابات الكبيرة أيضا في صفوف الجزيرة، يتقدمهم طبعا علي خصيف والحمادي المتواجدين مع منتخبنا الوطني، هنا غياب لزايد العامري، عبد الله رمضان اللي لا زال أيضا يغيب بسبب الإصابة، كريم رقيق أيضا يغيب بسبب الإصابة، خلفان مبارك أيضا بسبب وعكة صحية نأمل إن شاء الله السلامة وأن يعود، ومحمد ربيع اللي أصيب أيضا في التمرين قبل يومين أيضا عن الفريق. إذا تتحدث عن غياب 6-7 لاعبين تقريبا من الجزيرة عن هذه المباراة، إلا أن حتى الآن الجزيرة متقدم بهدف مقابل لا شيء ومتأهل أيضا للدور الثاني. أناتول الآن يحاول يمر، تتخلص من أمامه أيضا، يبعدها كوليبالي من أمام أناتول بشكل حلو أيضا، لا وجود لخطأ في اللعب الماضي رغم مطالبة اللاعب أناتول لخطأ في اللعب الماضي. رامون ميريز الآن يتقدم، اللاعب اللي سجل الهدف وهو أيضا من سجل في المباراة الماضية. كرة تصل لنبيل فقير، نبيل يلعب كرة الآن باتجاه أحمد محمود، محاولة تبدو خطيرة الآن للجزيرة، نقلات جميلة الآن جزروية مع بداية الشوط الثاني، وهذه كرة الآن طول إلى خارج أرضية الملعب تصبح الآن إلى ركلة مرمى. تعود من جديد الآن باولو هنريكي، باولو محمد جمعة بيلي، كرة تصل الآن طويلة وأمامية تتخلص بالرأس، تعود من جديد ترسل على طول في وسط الملعب، تستمر المحاولات الآن، البطايح لا زال متأخر بمجموع المباريتين 4-1. كرة تصل الآن محاولة خطيرة الآن، أحمد محمود يبحث عن زميل الآن، يلعب كرة عرضية ولكنها تبعد أيضا. شايف مع بداية الشوط الثاني ماسك الجزيرة الكرة بشكل أفضل، يعني أيضا
كما تحدث الزملاء هناك في الاستوديو التحليلي مع الزميل العزيز محمود الحسني بأن ما في يعني ردة فعل الآن لفريق البطايح عكس ما شاهدناه أيضا في المباراة الماضية أمام العين اللي قدموا شوط ثاني مغاير تماما في تلك المباراة. هذا بن زامة اللي واضح بالصورة. تلعب الآن. كوليبالي نبيل فقير. تتخلص من أمامه عزيز جانييف. يحاول يمر في عرقلة وفي بطاقة صفراء ما في شايف. شايف حتى المساعد حاط يده. بطاقة صفراء الآن. بطاقة صفراء. على اللاعب عبد الرحمن حمدان عبد الرحمن حمدان عبد الرحمن العامري ثاني بطاقة في المباراة في الشوط الأول أيضا بطاقة. لاحظ هذه الكرة الماضي خطأ واضح يا حمدان خطأ واضح وبطاقة مستحقة لأن اللاعب في مشروع هجمة واعدة فهذه مشروع الهجمة الواعدة أيضا لابد أن تشار إليه البطاقة الصفراء. الشوط الأول في الدقيقة رقم 26 أحمد سليمان تلقى بطاقة صفراء مدافع البطايح. الآن مع بداية الشوط الثاني أيضا حمدان يتلقى بطاقة لاعب فريق الجزيرة. ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة البطايح. الدقيقة رقم 50 الفرق اللي تأهلت طبعا العين النصر الشارجة بنياس يبدو في طريقة للتأهل خلاص على اعتبار ان الحين هناك متقدم بهدفين للا شيء. وصلت نتيجة الان بفارق 4 اهداف. هنا غوران توميتش مدرب فريق البطايح. اذا ما شاهدنا بدلاء الفريقين نستعرضهم الان. بدلاء فريق البطايح موجود هناك عبد الله الرفاعي موجود حمد محمد موجود احمد خليل موجود عبد العزيز هيكل موجود إيفان سارنيك موجود أيضا البرازيلي سيلفا موجود أيضا إيفوني البرازيلي وراشد مهير بينما بدلاء فريق الجزيرة أحمد فوزي موجود كارلوك زاباتا أيضا الكولومبي موجود عبدالله الحمادي هزاع سبيت خاطر هذا اللاعب لازم نشوفه نجل طبعا النجم الكبير سبيت خاطر موجود في مقاعد البدلاء واحد أيضا من اللاعبين المميزين وهناك محمد خالد محمد الوافي وجاسيما وهناك أيضا اللاعب المغربي أيضا موجود في مقاعد بدلاء فريق الجزيرة. كرة تعود من جديد الآن تصل لنبيل فقير. نبيل يلعب كرة الآن لأحمد محمود يلمسها نبيل الآن على طول في الجهة الأخرى محاولة الآن جزراوية. الشوط الثاني جزيرة أكثر استحواذا. عزيز جانييف باولو هنريكي تحرك هنريكي الآن شوف لعيب مهاري جدا كرة تبعد من أمامه هناك في صافرة وفي خطلا على اللاعب ريتشارد أوكونور. لاحظ هذه الكرة الماضية هنا الكرة الماضية وهنا الخطأ. كرة اللعب الآن طويلة للأمام تعود من جديد محمد جمعة بيلي لا زالت المحاولة سعيد جمعة هي الآن ولكن أيضا تقرأ بشكل جيد أيضا من قبل المدافعين. تعود من جديد عزيز جانييف تمريرة للأمام محاولة خطيرة الآن للبطايح وكرة اللعب وبالرأس من حارس أو حارس المرمى يبعدها بقبضة يده قبل أن تصل لرأس ألفارو أوليفيرا. صافرة وخطلا محاولة الآن نبيل فقير خطيرة جزراوية نبيل لا زالت الكرة بأقدامه بنزامة تسديدة قوية ولكن
تصل ليد حارس المرمى. بشكل ممتاز ايضا يخلصها حمدان. لعبه على طول باتجاه تايجر رافائيل. كوليبالي الان يعيدها لحارس المرمى. يعني كما تحدث ايضا الكابتن احمد سعيد هناك مع الزميل العزيز محمود الحسني بان برونو ايضا يلعب في غير مركزه في هذه المباراه. لذلك يعني ما شاهدنا خطورة اللاعب. رافائيل اناتولي ينطلق اناتولي الان لاعب شايف سريع سريع جدا سريع مرة اناتولي. محاولة الان خطيرة وتتخلص هذه خارج ارضية الملعب. لكن بانطلاقة عنترية كانت من اناتولي. هو يبدو أصيب أيضا لاعبين الآن شايف ريتشارد أوكونور ويبدو بأن رافائيل تايجر شايف هنا المرور. نعم يبدو بأن هناك في إصابة أيضا للاعب ريتشارد أوكونور وإصابة أخرى أيضا. ثلاث لاعبين الآن يسقطون على أرضية الملعب. بالسلام إن شاء الله بالسلام ان شاء الله. هنا احمد بلال ايضا يطمئن على اللاعبين. يبدو بان اللاعب ايضا رافائيل تاجير ربما يغادر ارضيه الملعب اصيب بشد. فرصه ايضا اللاعبين الان يتناولون ايضا ويشربون الماء. اذكر ايضا بان مباراه الجزيره القادمه في بطوله الدوري راح تكون مباراه كبيره. راح يلاقي فريق كبير ايضا فريق نادي الشارقة. بينما البطايح ودبل حصن ايضا في مباراة منتظرة ايضا. جزيرة يبدو بان محمد خالد سيكون البديل قادم. ربما يكون بدلا من ريتشارد أوكونور. هذا رافائيل الان على تنفيذ رمية التماس. وصلنا الان للدقيقة رقم 56. لا يزال الجزيرة يتقدم بهدف مقابل لا شيء بامضاء رامون ميرز من ركلة الجزاء. تلعب الان حاول يمر اناتول. لا زالت الكرة باقدامه خطيرة اناتول يسدد ولكن تصطد ايضا في دفاع الجزيرة. تعود من جديد الان رامون يحاول فيها الارجنتيني يلعبها على طول تتخلص الان وتصل البطايح. بدل البطايح الان يمسك كرة بشكل أفضل وبدأ يتقدم للأمام. ذكر بأن النتيجة الآن أصبحت بفارق 3 أهداف. هذه محاولة عزيز جانييف يلعب كرة الآن سعيد جمعة خطيرة الآن. لا زالت خطيرة الآن لمصلحة البطايح. بعد ذلك الكرة تطول على سعيد جمعة أيضا وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. هل يغادر مبارك بنزيمة أو بنزامة؟ راح نشوف. لاحظ هذه الكرة الماضية هي فيها أوفسايد. هذه يعني شوف مثل هذه الكرات الواضحة نتحدث عنها. عموما الكرة بعد ذلك تذهب إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. لكن كان في تسلل واضح في اللعبة الماضية. هاي لو سجل منها هدف كان ربما يرجع للفار ويلغيه. عبد الرحمن الآن على تنفيذ ركلة المرمى. لمصلحة فريق الجزيرة. ذكر أيضا بأن في المباراة الأولى استطاع الجزيرة أن يتفوق ب3 أهداف مقابل هدف والآن متقدم بهدف مقابل لا شيء. كرة تعود خطيرة أيضا ولكن تبعد الآن إلى خارج أرضية الملعب. شايف هنا الكرة اللي اصطدت أيضا وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. حول من جديد البطايح. بدأ التفكير الآن من جوران هناك لاعب عدنان عبد الله صالح مساعد المدرب
هذا عدنان عبد الله صالح، كان لاعب سابق ايضا في نادي الشعب، هو وشقيقه وليد عبد الله صالح، بصراحه كانوا لاعبين مميزين. كره اللعب الان، تسديده ايضا قويه الى خارج ارضيه الملعب. الشيء الحلو والجميل انك تشاهد اليوم اللاعبين يتواجدون كمدربين كمساعدين، وهذا امر ممتاز جدا. عبد الرحمن الان على تنفيذ ركله المرمى، الجزيره لا يزال يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب الرامون. مع نهايه الشوط الاول من ضرب الجزاء اتت بقرار من الفار، كره تعود الان، تخلص طويله واماميه، شوف اناتول، شوف سرعه اناتول، خلصها اناتول، خلصها اناتول، محاولة خطيرة الآن للبطايح أناتول، ولكن ينجح كوليبالي أيضا، ينجح كوليبالي بالفعل. شوف هل كان في تسلل قبل، نعم نعم يبدو بأن أناتول عائد من التسلل، لاحظ، لكن شوف كيف يضغط أناتول ويمر وتبعد من أمامنا. نعم الراية كانت موجودة، الراية كانت موجودة، هذا هو غوران مدرب طبعا شاهدنا مع النصر في فترة من الفترات، بعد ذلك تم الاستغناء عنه والاتيان بشرودر اللي يقدم مع النصر أداء جيد على مستوى بطولة الدوري، وهو متصدر الآن للدوري. كرة تعود الآن من جديد، نبيل فقير يمر من لاعبين بمهارة عالية، حاول يلعب الهات وخذ، ولكن كرة مقطوعة الآن. تعود من جديد، ريتشارد يرتكب خطأ في اللعبة الماضية، يبدو بأن ريتشارد أوكونور خلاص لا يستطيع إكمال المباراة. حكم اللقاء يطمئن عليه الآن، هذا عموته. حسين عموته مدرب المغربي، مدرب اللي كما ذكرت وصل لنهائي كأس آسيا الأخيرة وخسر أمام المنتخب القطري الشقيق. لاحظ هذه الكرة اللي احتسبت فيها ركلة الجزاء أو ضربة الجزاء، واللي سددها أيضا رامون، كان ممكن والله يبعده. هنا فرحة أيضا للأرجنتيني. لازال ريتشارد الآن ساقط على أرضية الملعب، وصلنا الآن إلى ساعة ودقيقة لعب تماما في المباراة، دقيقة رقم 61 والأمور لا زالت تقدم. الجزيرة وهنا محاولة زيودي يحاول فيها، تصل لأناتول وفي صافر وفي خطأ على أناتول، خطأ على أناتول، وبالسلام إن شاء الله لأحمد محمود، يقوم بالسلام ان شاء الله قائد فريق نادي الجزيره. نعم في تدخل وفي خطا، شايف رجل اناتول، نعم في خطا واضح، خطا واضح كان على اناتولي وما سدد، حب انه ايضا يتوغل، بعد ذلك ارتكب خطا. كره اللعب الان طويله للامام، بالراس تصل سهلة لحارس المرمى ابراهيم عيسى. اذا بهذه النتائج الان التي تحدث امامنا، نذكر بان مباريات دور الثمانية راح تكون، الشارقة راح يلاقي بنياس حتى الان من خلال نتيجة مباراة بنياس ودبا الحصن، الجزيرة راح يلاقي العين، اوه مباراة كبيرة، النصر ينتظر الفائز من عجمان وشباب الأهلي.
راح تكون مباريات ايضا كبيره في الجوله القادمه. تغييرين الان للبطايح، راشد مهير والحمادي هم البدلاء القادمين. الزيودي يغادر، هذا راشد مهير، وسعيد جمعة ايضا سيغادر، ومحمد الحمادي هو البديل. طبعا محمد الحمادي هو كان احد نجوم الفريق ايضا. في الموسم الماضي لاعب ايضا من اللاعبين المميزين، كلما دخل كلما كانت لبصمة. كرة تعود من جديد الآن، مباراة عادية جدا فيما بين الفريقين، بخلاف الهدف الوحيد في الشوط الأول من ركلة جزاء لا شيء يذكر. هنا محاولة الآن، كرة ملعوبة بالرأس تتخلص أيضا من رافائيل، تعود لباولو هيريكي. أحمد سليمان زيودي طبعا هو من غادر. تغييرات غوران توميتش، بينما الجزيرة لا زال بتغيير وحيد هو حارس المرمى. كرة تصل الآن سيدوين، أليريس سيدوين، حمادي واللمسة الأولى، سيدوين تمريرة أمامية تبعد أيضا، خلص رافائيل الآن يتقدم للأمام، يلعب كرة رافائيل ولكن يبدو بأن الكرة لا زالت في أرضية الملعب، وفكر أيضا من يلعبها باتجاه الفارو. هذه الكرة لا تعود، مرور وبعد ذلك الكرة الطول أيضا إلى خارج أرضية الملعب. تصل لعزيز جانييف، سيدوين، رافائيل، راشد مهير، كلها تمريرات الآن للبطايح لا تشكل أي خطورة على مرمى الجزيرة، اللي يترك لاعبي البطايح يمررون بأريحية في ملعبهم. محمد جمعة باتجاه محمد الحمادي، بداياته كانت مع الوحدة في 2016 محمد الحمادي. في الموسم الماضي على فكرة مع البطايح محمد الحمادي مسجل 6 أهداف. انتقل لبنياس أيضا وظل 5 سنوات، من بنياس انتقل للبطايح. مهير الآن يلعب كرة أناتول، شوف الاستلام، شوف يستلم على الصدرة ولكن ممتاز في المضايقة أيضا مدافع الجزيرة. كرة اللعب طويلة لا زالت في أرضية الملعب. حمادي، الفارو، الفارو يتقدم، ما ظهر الفارو اليوم ولم يكن فريق البطايح كما شاهدناه في مباراة أمام العين. هذا سعيد جمعة اللي غادر أرضية الملعب. كيبانو الآن يحاول يمر، يمر بشكل حلو، يلعب كرة وحاول أن يسجل الهدف ولكن إبراهيم عيسى أيضا ينقذ الموقف. إبراهيم عيسى ينقذ الموقف في اللعبة الماضية لكن توغل بشكل ممتاز. نيكسنز كيبانو، كرة تتخلص الآن تعود من جديد راشد مهير. يعني شوف حتى يعني فريق البطايح تشاهد بأن ما عنده الرغبة، يلعب بأريحية تماما. راشد مهير بشكل ممتاز الآن باتجاه أناتول. محمد جمعة بيلي يلعب كرة أمامية، وكوليبالي أيضا يخلصها إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية. ركلة ركنية الآن، نذكر بأن عند الساعة 8
والربع هناك لقاء يجمع فيما بين شباب الأهلي وعجمان. حمادي أناتول باولو إنريكي، سهلة أيضا، سهلة ومقطوعة بالراس تبعد. تمريرة ممتازة الآن باتجاه نبيل فقير، نبيل واحد على واحد، نبيل فقير خطير يلعبها ولكن حارس المرمى أيضا يسيطر عليها، سيطر عليها حارس المرمى. كرة تعود الآن من جديد. باولو إنريكي يلعب كرة عالية باتجاه أناتول ولكن طويلة هذه، تصل سهلة لحارس المرمى عبد الرحمن العامري. محاولة جزراوية الآن لبناء هجمة، يعني بصراحة الفريقين ما قدموا المستوى اللي كنا نأمله وكنا متوقعين أيضا بأداء أفضل، وكنا متوقعين أيضا بردة فعل كبيرة تكون من البطايح، ولكن الجزيرة يعني أعتقد بأن هذه الأمور تصير لها أريحية إذا تستمر الأمور بهذه الطريقة، يخرج أيضا يعني بعدم إصابات، بعدم مجهود كبير. كرة تصل لها باتجاه مهير، الجولة الثالثة إن شاء الله راح تكون يوم 20 و21. محمد أحمد يلعب كرة ممتازة باتجاه محمد الحمادي، صافر أيضا، تغييرين الآن، تغييرين، أحمد فوزي ومحمد خالد. نبيل فقير إذن يغادر أرضية الملعب. إذن تغييرين الآن، أحمد فوزي بدلا من مبارك بنزامة ونبيل فقير أيضا، محمد خالد، ضربة حرة الآن لمصلحة البطايح تلعب ولكن قصيرة أيضا تتخلص. سيدوين محمد جمعة بيلي يلعبها، تصل لأحمد فوزي، لعيب أحمد، تمريرة ممتازة أيضا، تغيير اللعب أيضا بشكل ممتاز، سهلة لحارس المرمى. أنا بصراحة كنت أحب أشاهد اللاعب هزاع سبيت، لاعب ما شاء الله مميز. كرة تعود من جديد، ما في شيء، هذه من خلف المدافعين، الفارو، ولكن الفارو ما سيطر على كرته بالشكل الجيد. أحمد محمود استلام ممتاز الآن من كيبانو، يعود لمستواه رويدا رويدا. كرة تصل الآن، رامون تتهيأ الآن، محاولة وتسديدة ولكن ايضا ليد حارس المرمى ابراهيم عيسى. اذا ما تحدثنا عن ابطال هذه المسابقة نجد بان شباب الاهلي بخمس بطولات، الوحدة طبعا ثلاث بطولات اخرها كان الموسم الماضي، العين بطولتين، النصر بطولتين،
الشارقة بطولة، عجمان بطولة، والجزيرة بطولة. رمي التماسلة، تغييرات أخرى الآن للبطايح. سدوين يغادر أرضية الملعب، ودخول اللاعب نيتو البرازيلي. محمد جمعة يغادر أيضا أرضية الملعب. نيتو أول لمسة الآن، وجونيور أيضا اللي دخل، إيفوني جونيور. كرة اللعب الآن طويلة للأمام، محاولة الآن حارس المرمى. شوف خروجه، شوف خروجه الآن، خلصها إلى خارج أرضية الملعب. شوف إبراهيم عيسى، أنا ذكرت قبل المباراة بأن اللعب يعني حتى الآن غير جاهز، لكن حب المدرب أيضا يدخل في أجواء المباريات رويدا رويدا، لكن في مباراة مهمة. مباراة عادية جدا، أذكر بأن المباراة تقام هنا في استاد خالد بن محمد في إمارة أو مدينة الشارقة. هذا الملعب كان شاهد على بروز نجوم كبار، أحد أبرز النجوم الكابتن الكبير عدنان الطلياني، لاعب منتخبنا الوطني السابق والهداف الكبير، واللاعب اللي سجل هدف اللي وصلنا لنهائي كأس العالم 90، برز وخرج من هذه الأرضية. وهناك أسماء كثيرة مرت أيضا، تحدث عن عيال الدوخي جاسم وعمار، تتحدث أيضا عن عمران الجسمي، عن أسماء كبيرة مرت لعبت في صفوف منتخبنا الوطني من هذا الملعب. عموما في صافرة وفي خطلان، وضربة حرة مباشرة يبدو، حكم اللقاء طبعا يعطي الآن مبدأ شرب المياه والاستراحة الآن. هذا عموتة، فرصة الآن لنذكر جمهورنا الكريم، جماهير الإمارات ليست بحاجة لدعوة، علينا جميعا أن نكون في استاد الزع بن زايد بإذن الله تعالى يوم 10، يوم الثلاثاء إن شاء الله، لمؤازرة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإيراني في مباراة أيضا صعبة أمام فريق متمرس. المنتخب الإيراني منتخب قوي جدا، وبإذن الله قادرين شباب الإمارات بانتزاع النقاط الثلاث. جماهير الإمارات لا تحتاج إلى دعوة، بإذن الله تعالى جميعا نتواجد خلف الأبيض وبشعار واحد، منصور يا الأبيض، بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، رحلة المشوار للوصول لكأس العالم بإذن الله تعالى من جديد بعد عام 90. إن شاء الله يكون 2026 يتواجد ويرفرف علم دولتنا الحبيبة بإذن الله تعالى هناك في كأس العالم. الجماهير لها الدور الكبير بإذن الله تعالى أن تكون متواجدة وداعمة. وأذكر بأن جمهور الإمارات لا يحتاج إلى دعوة، بل هو يتواجد، وهكذا ما عودونا دائما أبناء الإمارات. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في لقائه القادم أمام المنتخب الإيراني. جانب أيضا من الجماهير الحاضرة لهذه المباراة، بصراحة كنا نأمل بأن نشاهد أداء أفضل
وتحديدا من فريق البطايح على اعتبار انه هو بحاجة للمباراة. الجزيرة اخذ ما يريد حتى الان من المباراة، وبدأ السيد عموت الان بإعطاء الفرصة للاعبين. الان نشاهد محمد الوافي اللاعب اللي قادم في تشكيلة الجزيرة، ايضا لاعب صغير السن، وكما ذكرت يعني أكاديمية الجزيرة من الأكاديميات الرائعة في الدولة، اليوم أخرجت لاعبين وصلوا إلى منتخبنا الوطني وقدموا مستويات ممتازة، ولا زالت أكاديمية نادي الجزيرة تخرج هؤلاء اللاعبين. كرة تعود لها من جديد، هنريكي حمادي، طويل وامامية الان، حكم اللقاء يعطي فرصة الان، هل فيها اوفسايد؟ رامون لا 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 يا رامون، كان ممكن انه تلعب بشكل افضل، لكن ايضا يحسب لحارس المرمى ابراهيم عيسى. طويل وامامية، وينك يا اناتول؟ وينك يا اناجول؟ هذا اناتول يحاول يمر الان، يلعب كرة عرضية وكرة تبعد، ولا زالت الان، لا زالت، بينما هناك في راية، ايضا الراية كانت موجودة وحاضرة. هل كان أناتول في موقف تسلل من هذا المكان؟ ما هي واضحة. عموما تغييرين أيضا للجزيرة. أحمد خليل الآن في طريقة للدخول، محمد الوافي، واللاعب يوغيتش، رافيل يغادر، محمد الوافي لاعب شاب، احمد خليل اذن هو بديل قادم الان في التسع دقائق الاخيره بدلا من الفارو. لم يظهر البطايح في هذه المباراة. خلاص اذا اتضحت الرؤية الان في مباريات دور الثمانية الشارقة رسميا مع بنياس اللي متقدم حتى الان هناك على دبل حصن بهدفين للا شيء، وبمجموع المباريتين يصبح 6-2، فلذلك بنياس هو الأقرب لملاقاة الشارقة في دور الثمانية. الجزيرة في مباراة كبيرة أمام العين في الدور الثاني. النصر ينتظر الفائز من لقاء شباب الأهلي وعجمان، أو عجمان وشباب الأهلي، على اعتبار المباراة ستقام هناك في استاد راشد بن سعيد بإمارة عجمان. كرة تعود من جديد، باولو هنريكي، رافائيل، محمد احمد، تتخلص هذه تعود من جديد بالخطا، احمد خليل اول لمسه، لكن تتخلص من امامه ايضا. سلامات إن شاء الله لأحمد محمود، مجهود كبير بذل في وسط الملعب. هذا عموتة، جماهير الجزيرة يا عموتة تبغي بطولة، فريق كبير، فريق يمتلك إدارة رائعة، يمتلك جماهير أيضا كبيرة. غاب عن المنصات الجزراوي، لابد أن يعود. أحمد خليل بلمسة الآن لعزيز جانييف، كرة اللعب، أناتول جول، أناتول جول، شوف كيف يوقف في الهواء، عطني يا مخرج هذه الكرات ما يضيعها.
ما يضيعها. أنا تول، أنا جول، خلاص أنا تولي يسجل الآن هدف التعادل. 4-2 صارت. يحتاج الآن البطايح. هل في شوف شوف ما في شيء، ما في شوف شوف شوف. لا يا ساتر يا ساتر يا ساتر، شوف ارتقاءه في الهواء كيف، لكن عرضية ولا أروع، ونهاية رائعة من أناتولي يسجل هدف التعادل الآن أناتولي. شوف شوف يا ساتر يا ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة، يوقف في الهواء، يوقف كرة تعود من جديد الآن. إذا 1-1 1-1. هل تكون 5 دقائق مجنونة في المباراة كما حدث في لقاء العين؟ كرة تعود الآن من جديد، صافرة وخطأ هنا كما ذكرت بعد نهاية مباريات اليوم. عفوا، أنا الشارقة مع الوحدة وبنياس مع الوصل. شكرا أيضا للكابتن الجمال أبو هندي، أحد الإداريين المميزين أيضا على صعيد منتخبنا الوطني. هذا هو غورات توميتش. كرة اللعب الآن، انطلاق الآن جزراوية. 1-1 أصبحت النتيجة، صارت 4-2 الآن. إذا ما أراد البطايح عليه أن يسجل هدفين للذهاب للركل. على فكرة نذهب للركلات الترجيحية مباشرة، ما في أوقات إضافية. في تدخل، صافرة وخطأ وبطاقة صفراء أيضا. بطاقة صفراء. شوف هذه اللعبة، خطأ واضح تماما، خطأ واضح في اللعبة الماضية. كرة تصل الآن إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، هذا غوران. هل التغييرات تفيد الآن في المتبقي من وقت المباراة؟ عبد العزيز هيكل موجود، زيودي ومحمد جمعة بيليل كل متواجد. كرة تعود من جديد الآن، انطلاقة أحمد فوزي. أحمد فوزي حاول يمر ولكن كرة تتخلص من أمامه. تعود من جديد الآن إيفوني، باولو هنريكي، مرور ممتاز. كرة تصل لعزيز جانييف. محمد أحمد، تمريرة على طول باتجاه محمد الحمادي، لمسة جميلة كانت من أحمد خليل. أناتول، أنا جول. أوه كيف ضاعت هذه يا أناتولي، لكن يحسب لحارس المرمى، يحسب. شوف هو ما مصدق، هو ما يضيع هذه الفرص، هو ما يضيع. هل كان في تسلل في اللعبة الماضية؟ عموما لاحظ، لاحظ عرضية وهذا أناتول على طول، لكن يحسب لحارس المرمى ايضا عبد الرحمن العامري باستخلاص الكره الماضيه. فرصه بالفعل، فرصه ضاعت. الدقيقه رقم 88 الان. شوف الاستحواذ الان اصبح قريب. كره تعود من جديد. هل بدا البطايح يلعب الان؟ كرة تتخلص الآن، تصل لرامون.
الارجنتيني رامون، ارجنتيني وبرازيلي، والبرازيليين والارجنتينيين بينهم حكايات وحكايات. تعود من جديد الان الجزراويه، رامون لمسه للامام الان، كره تتخلص كره يبدو غادرت ارضيه الملعب. بينما هنا الحسين عموته اللي واضح بالصوره، هذه كره هو ضاعت بشكل غريب. كره تعود من جديد الان اناتول، خارج أرضية الملعب، رمي التماس. شوف الآن البطايح، يعني وينكم من الأول من هذا اللعب؟ الآن يسارعون، الوقت الأصلي خلاص ينتهي الآن، الوقت الأصلي راح نشوف الآن. كرة تصل رامون الآن، رامون طابلت عليه بنياس، إذن يسجل الهدف الثالث. صافرة وخطا الآن وبطاقة صفراء على اللاعب محمد الوافي يبدو. نعم، إذا بنياس ينهي الأمور تماما هناك في استاد صقر بن محمد في مدينة خورفكان، متفوقا على دبل حصن بثلاثة أهداف للا شيء. كرة اللعب الآن تعود من جديد الان في منتصف الملعب، نيتو يلعب البرازيلي باتجاه راشد مهير، مهير يلعب كره اماميه وكره تتخلص. بوغيتش الى خارج ارضيه الملعب، رمي ثمان دقائق الوقت المحتسب بدا للضايع الان. احمد بلال حكم هذه المباراه يحتسب 8 دقائق. شوف غوران الآن أيضا يطالب بالوقت. كرة تذهب الآن إلى خارج أرضية الملعب، رافاييلي بعدها من أمام رامون. رامون يعني حصل له أكثر من فرصة في الشوط الثاني لكن ما استغلها. هذا نبيل فقير لاعب الجديد ايضا اللي انضم للجزيرة. رافاييلي خلصها، هذا رافاييل. بينما هنا الحسين عموتة حتى الان يتأهل مع الجزيرة. عزيز جنيف لم نشاهد اللاعب الكولومبي اليوم. كرة بالخطا الآن تصل لريتشارد أوكونور، أوكونور وأيضا تضيع، أيضا تضيع، يعني تمر بغرابة من أمام حارس المرمى. شوف هذه الكرة محمد أحمد، مرت من أمام الجميع. مباراة بنياس ودبل حصن انتهت بفوز بنياس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. بينما لقائنا لا زال مستمر وكل شيء وارد فيه، كل شيء وارد في عالم كرة القدم يا عموتة. ركلة ركنية الآن، كيبانو تصطد
تعود من جديد صافرة وخطأ الآن لمصلحة فريق الجزيرة والخطأ للاعب مامادو كوليبالي. مرت ثلاث دقائق الآن ندخل في الدقيقة الرابعة. حكم اللقاء أضاف ثمان دقائق. وعلى فكرة ممكن تصل إلى تسع أو عشر دقائق. ليش؟ لأن في أثناء الوقت بدل الضائع ربما تكون هناك أيضا وقت ضائع. هذه كرة سهلة تماما لحارس المرمى إبراهيم عيسى. يرسل كرة طويلة للأمام. بالسلام إن شاء الله أحمد خليل ساقط على أرضية الملعب. شوف هذا الكلام اللي أقول الآن. يعني الآن أيضا يحتسب حكم اللقاء دقيقة ربما أكثر من الثمان دقائق إذا استمر أحمد خليل. لكن يقوم بالسلام الآن. رمي التماس أكيد بأن راح يعيدونها للاعبي الجزيرة. نعم هكذا هي الروح الرياضية. ملاعبنا دائما تسودها الروح الرياضية. إذا نلعب الآن في الدقيقة الخامسة. الفرق اللي غادرت دبل حسن غادر، العروبة غادر، اتحاد كلباء أيضا غادر. الآن حتى هذه اللحظات البطايح يغادر. تعود من جديد أناتول. وكنور الآن يتقدم للأمام. محاولة الآن لكن تتخلص تصل سهلة باتجاه حارس المرمى. نلعب الآن في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضايع. نقترب من الدقيقة السادسة خلاص. باولو هنريكي، هل في شيء؟ هل تحدث دقائق مجنونة في هذه المباراة؟ راشد مهير يتقدم للأمام مع أحمد فوزي. لا زالت الكرة بأقدامه، يعيدها على طول باتجاه باولو هنريكي. هنريكي يعيدها على طول لإينيتو لكن تتخلص. تصل الآن محاولة. رافاييل البرازيلي الآن يتقدم. رافاييل ناقلها على طول باتجاه باولو هنريكي. يلعب كرة عالية الآن وتبعد من دفاع الجزيرة. باولو هنريكي لا من جديد. محمد أحمد طويل وعالي باتجاه أناتول ولكن يخلص الدفاع. تعود من جديد وتبع هنريكي. باولو باولو هنريكي يلعبها باتجاه أحمد خليل. خطرة أحمد خليل يلعبها في مكان وقوف حارس المرمى. فرصة ضاعت أيضا على البطايح. وبالسلام إن شاء الله. بالسلام إن شاء الله. بالسلام إن شاء الله. يعني ربما نصل للعشر دقائق. ربما نصل إلى عشر دقائق لأن هناك في لاعب ساقط على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله. سلامات. يبدو بأن لاعب جزراوي ساقط على أرضية الملعب. سلامات. بالسلام إن شاء الله. بالسلام إن شاء الله. هنا هيكل حمدان. إذا يبدو حمدان عبد الرحمن. سلامات. شوف هذا الوقت كله محسوب. الله أكبر والعزة لله. الآن يحين موعد أذان العشاء هناك في مدينة الشارقة وضواحيها. ارتفع صوت الحق. كرة اللعب الآن عالية للأماء. هل تكون هناك مباراة مجنونة؟ الآن البطايح يحتاج إلى هدف وحيد لكن الثمان دقائق انتهت. الثمان دقائق انتهت. نيتو الآن. نيتو يسجل الهدف الثاني الآن للبطايح. أصبحت 2-1. لا زال الجزيرة هو المتأهل. لماذا تأخر غوران بالتغييرات؟ شوف هذه كرة غريبة عجيبة. هل كان هناك في تدخل مع حارس المرمى؟ ما أعتقد فيه شيء. عموما هل كان هناك في تلامس؟ شوف عموما حكم اللقاء يبدو
يبدو بأن نعم هدف يسجل الآن البديل نيتو. أصبحت الآن 2-1 2-1، لكن يحتاج البطايح لهدف آخر. هل الجزيرة يحافظ على هذا الفوز أو ينجح الجزيرة بضربة الكرة إلى خارج أرضية الملعب؟ شوف الآن وصلنا للدقيقة التاسعة، الآن وصلنا للدقيقة التاسعة. يا غوران تأخرت في تغييراتك. عزيز جانييف والله عاد لو سجله بصراحة المباراة تصير مجنونة. تمريرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية هي الأخيرة، هي الأخيرة الآن للبطايح، هي الأخيرة للبطايح. هل ينجح البطايح بتسجيل هدف التعادل؟ ليش أقول لك هدف التعادل؟ لأن الآن 4-3 للجزيرة، 2-1 في المباراة. لو سجلوا اثنين الثالث راح يكونون 4-4. هذه كرة اللعب بالرأس تتخلص، تعود من جديد. ندخل الآن في الدقيقة 10، كرة ملعوبة عالية للأمام سهلة لحارس المرمى. أعتقد بأن الأمور انتهت، أعتقد بأن الأمور انتهت. هذا غوران، تأخر غوران بالتغيير. البطايح نجح الآن بأن يتفوق. بالفعل مشاهدينا الكرام متابعينا